مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يشهد مصرف شمال أفريقيا فرع البوانيس بمنطقة سمنو توفراً في السيولة النقدية وانفراجة في أزمة نقصها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المواطنين، فلم تعد بصالة المصرف طوابير انتظار للمواطنين ولا أبواب مغلقة أمامهم. لاحظنا أن فيه السيولة متوفرة، ونتمنى أن تدوم هذه توفير السيولة للمواطن اللي يعاني كثير الحقيقة في المنطقة الجنوبية، خاصة بنقص السيولة والمعاناة اللي يعاني فيها سواء من الوقود والسيولة وغيرها. بالنسبة للخدمات ما شاء الله كويسة، بالنسبة للموظفين قايمين بواجبهم، وبالنسبة للمدير وماشي الأمور منظمة داخل المصرف، وكل واحد واخذ حقه والسيولة متوفرة والحمد لله. إدارة المصرف وحسب السيولة النقدية المتوفرة لديها حددت سقف السحب للحساب الواحد بقيمة 10,000 دينار شهرياً بمعدل 2500 دينار أسبوعياً، إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية المصرفية للزبائن. في توفير من السيولة نتيجة ما تقوم به الإدارة والمنطقة الجنوبية والإدارة العامة من تحسين الخدمات للسكان، والحقيقة السقف اللي موجود السحب 2500 أسبوعيا. عندنا بطاقات النمو اللي هي السحب الذاتي، يعني بطاقات النمو اللي هي الشراء من المحلات مثلا، أو السحب من آلات السحب النقدي. هذا المشهد لم يعتد عليه المواطن بالمنطقة منذ سنوات، والتي عانت من الأزمات، ومع هذه الانفراجة في الخدمات المصرفية والتي لاقت رضا واستحسان الجميع، يأمل زبائن المصرف أن تستمر بنفس الوتيرة وألا تعود الأزمة مجددا وتصبح من الماضي.